معكم الأستاذ محمد بوعنان أستاذ محاسبة واقتصاد. الحمد لله والشكر لله، واحد الفرحة عارمة الامتحان الأول، يعني على حسب الارتسامات الأولية. أنا جد فخور بالتلامذة اللي يقرأوا معايا هذا العام، مفتخر بهم الحمد لله، دوزوا بخير وعلى خير. طبعا كنشكر جميع الأساتذة اللي سهروا على الدراسة ديالهم وعلى الدعم التربوي والنفسي ديالهم، جميع الأطر الإدارية، جميع الآباء والأولياء الأمور، كنشكرهم على الثقة اللي عملوها في أولادهم وعلى الدعم اللي قدموه لأولادهم. الحمد لله على حسب الامتحان الأول، كانوا الأغلبية الامتحان كان في المتناول وكان نقولوا بسيط جدا. طبعا من جد وجد ومن حصد من زرع حصد. شكرا شكرا. طبعا انا اليوم فرحان، اليوم فرحانين بسبب هذا الانسان هذا، كنشكروا هو واخا كلمه ما كيصفوش المحبه ديالنا ليلو. هذا الانسان هذايا قولوا له رجول، الله عليك تعامل بوبر، الله عليك تعامل معنا عطينا النصائح، المهم والله الا رجول حق الله دعم من الاولاد. الليدر التيتون هو هذا الليدر، الليدر انت كتشوف الاجواء مع التلاميذ، كنعتبروهم اخوان ديالنا اصدقاء ديالنا، كندوزو معاهم من الموسم الدراسي من الاول ديالو للاخر ديالو. طبعا كنعتبروهم خوتنا اصدقاء ديالنا، كنقدموا لهم جميع الاشياء اللي كيكونوا محتاجينها في طول المسيره الدراسيه ديال طوال السنه الدراسيه، كنحاولوا ما امكن نكونوا سند دراسيا معنويا شخصيا من جميع النواحي، وهذا الشيء كيعطي نتائج كما كتشوف دابا الحمد لله والشكر لله. وكنتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه، والله يوفقهم في حياتهم وفي الدراسه ديالهم ان شاء الله. شكرا جزيلا.